ولد محمد بن السلطان مراد الثاني في عام 835 للهجرة، وفي 27 من شهر رجب الموافق لعام 1432 للميلاد، جلس للحكم في عمر مبكر بسبب مرض والده. وفي عام 855 للهجرة بسط سلطته كاملة وعمره 20 عاما. كان فتح القسطنطينية حلما يراود السلطان محمد، ولذا كان دائم التذاكر مع شيوخه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش. محاولات متكررة لفتح القسطنطينية، كانت هناك محاولات عديدة لفتح القسطنطينية في عهد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عام 34 للهجرة، 654 للميلاد، في خلافة معاوية عام 84 للهجرة، 668 للميلاد، وهي المحاولة التي استشهد فيها الصحابي الجليل أبو أيوب الأنصاري. محاولة في عهد سليمان بن عبد الملك عام 91 للهجرة، 697 للميلاد. محاولة بقيادة هارون الرشيد عام 165 هجرية. محاولة بقيادة السلطان العثماني بايزيد جد السلطان محمد. ثم كانت المحاولة الأخيرة في عهد السلطان مراد الثاني والد السلطان محمد عام 825 للهجرة، وفي فجر الثلاثاء 20 من جمادى الأولى عام 857 هجرية، 1453 للميلاد، اقتحم السلطان محمد أسوار المدينة بعد حصار طويل، ففتحها الله على يديه واستحق لقب الفاتح. طويل وشاق. جوع جوع، أين الجوع؟ أستغفر الله العظيم، أين بيتي يا ترى؟ بيتي. من هناك؟ توقف مكانك يا هذا، أنت مقبوض علي. خسئت، لن تنجو مني. وأنت؟ هذا هو سوء الحسن. هذه عينة من ميلاط البناء، أحدهم قادم سأخدمه. قل
لي يا صاحبي، أين كنت؟ بدأت أشعر بالنعاس. ولا أرى ضرورة للحراسة والسهر بعد ذلك يا صاحبي. الحمد لله، بقي الجزء الأخير من المهمة. عودتك بهذه السرعة، هل أنهيت مهمتك؟ نعم الحمد لله. كان السلطان محمد يرسل عيونه لدراسة تحصينات القسطنطينية. انتشر الفقراء والمتسولون في أرجاء الإمبراطورية الواسعة وملأوا طرقاتها وفرغت حوانيتها من المؤن وعلى الجانب الآخر من بحر مرمرة كان الناس يعيشون آمنين مطمئنين تحت راية الإسلام، يحكمهم شرع الله في ظل حكم السلطان مراد الثاني. كان يشعر بما تنوء به القسطنطينية من ظلم وفساد، وكثيرا ما دعا الله عز وجل أن يعينه لرفع الظلم عن أهلها بإيصال قوة الحق والعدل إليهم ونشر الإسلام بينهم. سلام الله عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكما؟ وهل أنت راض عن ولدنا محمد يا شيخ؟ إن اهتمام الأمير محمد بالعلم لا يؤثر في اهتمامه بالسيف يا مولاي. إذن اتبعاني لأنني سأعلن أمرا هاما للناس. بعد التوكل على الله عز وجل عزمت على القيام بأمر هام، أعتمد عليكم في نجاحه وأريد عهدكم على الطاعة، ولقد استشرت العلماء والمشايخ في هذا. قررت ترك الحكم منذ اللحظة لولدي محمد، فقد أتعبتني مشاغل هذه الدنيا التي لا تنتهي ولا بد لي من الراحة والتفرغ للعبادة. عليكم الوقوف إلى جانبه ومساعدة ولدي بكل الوسائل الممكنة. السمع والطاعة أيها السلطان. أعلن الخبر لجميع الناس. سلمه السيف والعرش ورايات المجد ليواصل نحو القمة ويحفظ العهد. من كان يخطر بباله أن السلطان مراد سوف يتخذ قرارا كهذا القرار؟ معك حق، ندعو الله أن يكون في صالح الأمة. كيف يترك قائد خبير الحكم لطفل ليست له خبرة في شؤون الدولة؟ إنها مصيبة، علينا أن نحذر فالعدو لنا بالمرصاد. كيف يوقعنا السلطان في هذا؟ علينا أن ننتظر ونرى ماذا سيحصل فيما بعد. متى نبدأ الهجوم؟ اسمعوني جيدا، لقد هزمنا منذ أعوام أمام السلطان مراد ولم نتحد منذ ذلك الوقت، وقد حان الوقت لكي نستعيد فرصتنا الذهبية. إن السلطان يعاني مرضا عضالا وربما نسمع خبر موته قريبا. سيد، جاءت الأخبار بنباء تخلي السلطان عن الحكم لابنه محمد. ممتاز، نستطيع القول إن السلطان مراد قد مات. أرأيتم؟ لقد كان ظني في محله، وعلينا الاستعداد لنوحد الصليبيين بسرعة ونقضي على المسلمين تماما. أيها السلطان محمد،
كلنا نؤيدك في رغبتك في رجوع السلطان مراد ثانية إلى قيادة الجيش، لأننا نتعرض للخطر، وإن واجبي في ولاية الأمر اختيار أفضل الرجال لقيادة الجيش. حسنا. واستعد السلطان مراد لقتال أعدائه، وأعد جيشا قويا للقاء الحملة الصليبية التي كانت تريد طرد المسلمين من البلقان وإعادتهم إلى ما وراء البحر. وكان نصر المسلمين فيها ساحقا، وبهذا أيقن الأوروبيون صعوبة طرد المسلمين من البلقان. استخلفني الله على ولاياتكم، فإن أخطأت فقوموني، وإن أصبت فأطيعوني. اللهم بارك عبدك وابن عبدك السلطان محمد بن مراد يا كريم، اللهم أيده وخذ بيده إلى ما فيه خير المسلمين. آمين. زغلوش باشا، ما رأيك فيما يجري؟ ألا ترى أن هناك أمورا مريبة تحصل، وأن الأخبار التي تصل إلينا تنذر بالخطر؟ إن الأخبار التي حملها إلينا سليمان لها أهمية كبيرة، فأهل القسطنطينية مشغولون ببناء أسوارها ويعدون العدة ويجمعون القوى في جيش صليبي واحد، وستكون القسطنطينية نقطة انطلاقهم. أيها السلطان محمد، حكام القسطنطينية لا يعرفون ما الذي يمكنك أن تفعله. إن الفتنة تنمو بتدبير قسطنطين وتخطيطه يا خليل باشا. حقا أيها السلطان، إن رسوله في الخارج ينتظر جوابكم يا سيدي. أدخل. فليدخل رسول قسطنطين. رسول قسطنطين. مولاي. انهض. إننا نحذر الإمبراطور من دعم أمراء القرمانية المتمردين، وأنذركم أن البحر لنا فلا سفن تتجول فيه إلا بإذننا، وسنرد على محاولاتكم لإثارة الفتنة. قل للإمبراطور إني لن أغفل عنه. انصرف. خليل باشا، اجمع لي قواد الجيش وكبراء القوم وسادتهم، أريد لقاءهم في أقرب وقت ممكن. سيدي، عاد الرسول الذي بعثنا به إلى قرمان أغلى. هيا قل لي ما هي الأخبار يا أليكسي. تصرف قرمان أغلو مسبقا وبدأ بالسيطرة على مدن الدولة العثمانية. لقد كان صغر سن السلطان محمد وقلة خبرته موضع انتباه الجميع. بالمناسبة، هل بعثت برسالة إلى أقبويلو؟ لا يا سيدي. ابعث إليه برسالة في الحال، وقل له إن قرمان أغلو صار حليفنا. هل هناك من يمكن أن نحالفه أيضا من الأمراء المتمردين؟ ليس بعد،
إن أعداءنا يا إخواني مدفوعون بأطماعهم وأحقادهم، ونحن يدفعنا الإيمان بالله ورسوله. وأريدكم الآن أن تجمعوا أكبر عدد من البنائين المهرة والنجارين وعمال الإنشاءات، وأن تعملوا على إحضار الأخشاب والحجارة والجص من هنا من الأناضول. حضر الرسل يا سيدي، فماذا نفعل؟ إنهم هناك عند أسفل التل، فهل نحضرهم إليك؟ حسناً، فليحضروا. هذه الخيمة، أين السلطان؟ ما الذي يحدث في هذه البلاد؟ ولماذا تبنون هذه الحصون؟ تعال، ستقابله حالاً. الإمبراطور قسطنطين يطلب إيقاف بناء الحصون. أيها الرسل، اعلموا أن الهدف من بناء هذا الحصن هو حماية بلادنا، وأنكم باتحادكم مع ملك المجر منعتم والدي من العبور إلى حصن روملي، وبعملكم هذا أجبرتم والدي على طلب المساعدة من أهل جنوة، وكنت معه في ذلك الوقت، وأنا أنفذ قسم والدي. ساحل الأناضول لي، لأن كل سكانه من المسلمين كما تعرفون، ولي ساحل روملي أيضا، ولن أسمح لأحد أن يعترض على ما أفعل. أبلغ سيدك أننا قادرون على حماية كل شبر أورثنا الله إياه. والآن يا شيخنا، أخبرنا كيف ترى حصننا؟ أنت تعلم أن رأيك يهمنا كثيرا. الجهد كبير بلا شك يا مولاي، لا يغرنك إنجازك يا بني، إنما هو مكان بوأك الله إياه. ما دمت مستقيما على أمره وهو القادر على أن ينزعه منك ويوليه قوما آخرين لو شاء، فرعى حقه، ولا تأخذك نفسك بالثناء عليها فتفشل. نصرك الله على أعدائك. سأكون كما يحب الله ويرضى. القسطنطينية البالية، يا أسوار الظلم، سوف أهدمك بكلمة الله وأمحو أثرك. وضع السلطان محمد خطة محكمة لتخليص خبير صنع المدافع من سجن القسطنطينية، وأرسل رجاله لجمع المعلومات المتعلقة بالسجن تمهيدا لتنفيذ الخطة.
لقد قسنا المسافة بين الخندق والسور، وقسنا عرض السور، وقسنا المسافة بين السور والسجن، ودوّنا جميع القياسات بدقة فائقة. ما هذا الصوت؟ أوربان، هل أنت هنا؟ أسمعكم، أنت في الاتجاه الصحيح. أوربان، ما الذي يجري في زنزانتك؟ وما هذه الأصوات؟ أوربان، ما الذي يجري في زنزانتك؟ وما هذه الأصوات التي سمعتها؟ لا شيء أيها السجان. لماذا تضع لوحك الخشبي وسط الغرفة؟ لا شيء، لا شيء، أحببت أن أغير ترتيبها يا سيدي. أخبرني ما الذي يجري هنا. لا شيء، ابتعد عن طريقي. السلام عليك يا أوربان. أخبروني إلى أين وصلتم في عملكم؟ هذا أوربان صانع المدافع، أريده مدفعاً ضخماً تصل قذيفته إلى بعد كبير جداً. لقد أعددت قلباً لمدفع قطره 12 شبراً. ارفع ارفع. ما شاء الله.
أيها الناس، أيها الأهالي، اسمعوا وعوا، ستتم تجربة المدفع السلطاني الذي لا مثيل له على وجه الأرض، وسوف تتم تجربته في الميدان، وذلك بعد صلاة الجمعة. يكفي يا مولانا السلطان. استعدوا. أكل شيء معد؟ نعم يا مولاي. إذن على بركة الله. استعداد. 1 2 أطلق. لقد عثرت على مكان القذيفة، اتبعوني. ماذا؟ أترون؟ لقد أحدثت حفرة عميقة. هذا المدفع ليس لهدم الأسوار فقط، بل يمكنه تدمير كل شيء. أيها الجند، ها هي القسطنطينية على مرمى نظركم، وقد وفقنا الله بإعداد العدة والعتاد، فلدينا السلاح الجديد، مدافع لم ترى بيزنطة مثلها من قبل، وإني أوصيكم بتقوى الله. وأوصيكم أن تلزموا الصبر، وألا تخطوا خطوة واحدة إلا وأنتم تذكرون الله. نحن نقاتل لنعلي كلمة الله، لا لغنيمة أو مال. وأخوف ما أخاف عليكم ذنوبكم، أخاف أن تفتك بكم فتضعف عزيمتكم وتوهن قواكم. توبوا إلى الله ينصركم. أيها الجند، لقد توسعنا في الشواطئ الجنوبية للبحر، ولنا إن شاء الله ما بعدها. يدفعنا دفء الإيمان لجنته ورضاه، لا نخشى جور الإنسان، لنا رب نخشى. سيروا في الأرض التي وعدكم الله عز وجل أن يورثكموها. وأرجو الله أن تكون بشارة نبينا محمد من نصيبنا. اللهم افتح القسطنطينية على أيدينا، وأيدنا بنصر من عندك يا كريم. أجب دعاءنا يا الله. أصبح الجسر مهيئاً، تقدموا إلى الأمام يا رجال. تقدموا. يا
لوكاس، هل ترى شيئا في الأفق؟ لا، إنني لا أرى شيئا على الإطلاق يا صديقي. وضع جنود القسطنطينية سلاسل معدنية ضخمة على عرض الخليج وصاروا يتحكمون في مرور السفن. إنهم قادمون! قادمون! وقف جنود بيزنطة على أبراج القسطنطينية يراقبون بوجل الزحف الكبير الذي يتقدم بهدوء وثبات من كل الجهات. تعالوا وتزول طغاة الوثنية، يا فتح القسطنطينية، يا بشرى جاءت نبوية. إنهم قادمون، قادمون وبأعداد رهيبة يا مولاي. لقد جمع السلطان محمد كل طاقاته للهجوم يا مولاي. لا تتكلم هكذا، أنا لم أرك ضعيفا من قبل. بقيادة حر قد عدل وبجيش لا يخشى الأجل، سنحقق بشرى أحمدنا ونحقق بالعدل الأمل. بقيادة حر قد عدل وبجيش لا يخشى الأجل، سنحقق بشرى أحمدنا ونحقق بالعدل. السلام عليكم يا سيدي. وعليكم السلام. أعلمني أيها القائد بما رأيت من استعدادات الجند. ما إن أيها السلطان، فقلوب العدو واجفة وجيشك ثابت الجنان، متحفز للقتال في أي لحظة ترونها مناسبة لبدء المعركة المصيرية. سيدي، بسم الله الرحمن الرحيم. من السلطان محمد إلى قسطنطين الإمبراطور، أعرض عليكم الإسلام تعصموا منا دماءكم وأموالكم، وإذا سلمتم المدينة دون قتال فلن تكون هناك أي أضرار أو خسائر بالأموال والأرواح. فإن بيتم فاعلم أننا قادمون في كل الأحوال، وأن جيشنا سيدك أسواركم. واعلم أنني قد بعثت إليكم الباشا محمود يحمل صلاحية كاملة لمفاوضتكم حول شروط الاستسلام. انتهت الرسالة. يريدنا أن نستسلم، يريدنا أن نستسلم يا أليكسي، هل سمعت؟ أود أن أوضح لكم شيئا، وأجد نفسي مضطرا إلى تذكيركم بأمور مهمة. أولها أنه لم يقف أمام سور القسطنطينية جيش بضخامة هذا الجيش من قبل، وثانيها أننا نحيط بكم من كل الجهات، فالبر خلفكم تحت سيطرتنا، وقطاعنا البحرية تحرس المضيق، فلا تستطيعون طلب النجدة من حلفائكم في أوروبا، وثالثها أن المدفع السلطاني ضخم يجره 50 زوجا من الثيران القوية، وقد نقل إليك جواسيسك التفاصيل عن قدرته ومدى قذائفه. سأذهب الآن، لا حجة لكم في أعناقنا، لقد نفذنا أوامر ديننا الحنيف وعرضنا عليكم السلم. لديكم مهلة للتفكير حتى صباح الغد،
وإلا فسوف تسقط عليكم أول قذيفة عند شروق الشمس. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. وعندما أشرقت شمس ذلك اليوم انتهت فترة الإنذار، وكان حراس القسطنطينية يقفون على الأسوار غير مصدقين. بسم الله والحمد لله والله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر على بركة الله. هكذا سيكون توزع الجند، واصبروا فالحرب لا يصلح لها إلا الرجل المكيث الذي يعرف الفرصة. اسمعني يا زغلوش باشا، عليك الإحاطة بالقلعة من هذا الطرف، وأعهد إليك بحماية الخليج حتى باب الحطب. إياك أن تدخل معهم أي معركة، عليك حماية الخليج فقط. ترى هل يفكرون في التسلل من الشاطئ؟ يحتمل أن تكون خدعة. نعم، لكنهم ما زالوا يتقدمون. إنك على حق في هذا يا سيدي. أغلقوا الشواطئ. هيا يا رجال إلى اليمين، إلى اليمين يا رجال. هي الرياح الجنوبية التي كنت أريدها. افتحوا كل الأشرعة، افتحوا الأشرعة، كل الأشرعة إلى أعلى، كل الأشرعة إلى أعلى. الآن جهزوا أنفسكم، سننفذ الخدعة. دفعوا المركب إلى البحر المفتوح، هيا إلى الأمام. انظروا إنهم يبتعدون الآن، لابد أنهم خائفون. أخشى أن يكون في الأمر خدعة. لقد ازدادت سرعتهم أكثر. ما رأيك، هل سنتمكن من إجبارهم على الاستسلام؟ إن توجهوا إلينا فسوف نكون لهم بالمرصاد. بعد قليل سندخل إلى الخليج، على الجميع الاستعداد. مرحى، لقد جاء المدد أخيرا، مرحى للرجال. والآن وجهوا دفة المراكب إلى الخليج، إلى الخليج مباشرة. لقد فعلوا مثل ما اعتقدت تماما، وانتهى كل شيء. أطلقوا السهام عليها. مهما اشتد الظلم علينا لن نفقد أملنا.
واشتد الظلم علينا لن نقوم إلا الله 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 سيفعل حماة الخليج؟ ألا يستطيعون إيقاف ثلاث سفن؟ يا جنود الله، يا حماة الخليج، لماذا توقفتم؟ أمسكوا بهم ولا تتركوهم، هيا تحركوا إلى الأمام. هيا استعدوا، السفن تقترب. والآن أسرعوا، شدوا السلاسل. ثلاث سفن يا سليمان يلطا أغلو عبرت إلى الجهة السفلى. ماذا كنت ستفعل لو جاءت أساطيل؟ لقد أطمعت الروم فينا. الريح الجنوبية، الريح الجنوبية. هل تعرف كم خسرنا بسبب ذلك؟ كانت القسطنطينية على وشك الاستسلام، ها قد ارتفعت معنوياتهم بفضلك أنت، سيستطيعون الصمود. لدي فكرة تحتاج إلى الهمة والشجاعة وجهد غير عادي. من يملك هذا الجهد؟ سيدي، وأعلمكم في البداية أنها طريقة مبتكرة لم يسبق لأحد استخدامها. عبور الخليج صعب، إذن يجب علينا أن ندخل الخليج من الجهة الأخرى. اسمعوني، الوقت ليس في صالحنا، ولن أعطي العدو فرصة أخرى لالتقاط أنفاسه. حمزة باشا، عليكم بالاستعداد منذ الآن، وتوكلوا على الله وثقوا أن الله معكم. وضع السلطان محمد خطة سجلها له التاريخ، استطاع بها أن يشق ممرا فوق الجبل وأن يجر سفنه في هذا الممر فوق ألواح الخشب التي طليت بالزيت، فلم يعد للسلاسل المعدنية التي قطعت الخليج أي أثر، فقد تجاوزتها سفن السلطان محمد. الصباح، لقد أحرق المسلمون السفن. كيف دخل المسلمون إلى الخليج؟ أحرقوا جميع السفن. ولكن كيف؟ هل طاروا فوق السلاسل؟ انظروا إلى هناك، لقد فرشوا الألواح على الشاطئ المقابل. ماذا؟ أتعني أنهم قد تدحرجوا فوق اليابسة؟ احذروا،
سفن المسلمين تأخذ وضعية الهجوم. هيئوا المدافع للرمي، سنهاجمهم الآن. ارموا بسم الله. الله أكبر والعزة لله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سيروا على بركة الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. اتقوا سهامهم يا رجال. إنها معركة حامية الوطيس، انطلق فيها جنود المسلمين باتجاه أسوار القسطنطينية ووضعوا ألواحا خشبية ليعبروا الخندق المحيط بها. وواجههم البيزنطيون بمقاومة ضارية. وقام جنود بيزنطة بصب الماء المغلي والزيت على جنود المسلمين. وانتهت جولة من جولات هذه المعركة دون نتيجة، وظل السلطان محمد وجنوده يحاصرون القسطنطينية، فيقاتلون نهارا ويحيون الليل بالعبادة والتضرع إلى الله، فكان يسمع لقرآنهم دوي كدوي النحل يرهب أعداء الله. وبعد 53 يوماً من الحصار، قرر السلطان محمد اقتحام الأسوار. أيها الجند الكرام، أيها المجاهدون، أيها الشيوخ المرابطون على ثغور الإسلام، اسمعوا وعوا مقالتي جيدا. لقد استخرت الله في إتمام اقتحام المدينة، وإني آمركم بتقوى الله، فإنها أفضل العدة على العدو وأقوى المكيدة على الحرب. آمركم بصيام يوم غد قبل الهجوم لتطهير أنفسكم وتزكيتها من أدرانها، وإني أوجه الميمنة وجنود الأناضول إلى باب المدينة العسكري. أما جنود الرومل الشجعان فسيكونون في الميسرة باتجاه باب أدرنا، أما قلب الجيش وجنود الانكشارية فيتمركزون باتجاه باب المدفع. وفي المرتفعات المشرفة على البحر ستقوم فرقة زغلوش باشا بمراقبة أهل جنوة حتى لا ينقلب علينا. الله
فإذا تم لنا فتح القسطنطينية يكون قد تحقق فينا حديث رسول الله لتفتحن القسطنطينية، فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش. لا ترهبوا الضعفاء واجتنبوا المعابد والكنائس فلا تؤذوها. الأسر الأسر، لا تقتلوا إلا من امتنع، وأبلغوا أبناءنا العساكر فردا فردا أن الظفر العظيم الذي سنحرزه سيزيدنا في الإسلام قدرا وشرفا. فقد تتابع المجاهدون على أبواب المدينة وسقط الصحابي أبو أيوب الأنصاري شهيدا قرب أسوارها. واسألوا الله العون على أنفسكم كما تسألونه النصر على أعدائكم. أسأل الله تعالى ذلك لي ولكم. أيها الجند، هيا قاتلوا لتعلوا راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. أيها الجند، يقول تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. ويقول تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. صدق الله العظيم. كان جنود القسطنطينية يراقبون الحشود المسلمة بهلع وهم يعيدون بناء الأسوار التي هدمتها المدافع. اعمل جيدا، هناك أسرع. ويقول تعالى: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. وازداد عنف الهجوم.
واشترك الفاتح بنفسه فيه، وبدأ دخول المسلمين من الباب الشمالي كالسيل العرمرم، وهرع قسطنطين إلى ذلك المكان وسرعان ما قتل. وفر المدافعون من جنود بيزنطة، وفتحت أبواب المدينة، ودخل الفاتح منتصرا. الحمد لله المنعم الكريم. دخل الفاتح بجيشه إلى القسطنطينية، وكان عمره آنذاك 25 عاما، واستقبله أهل المدينة بالأزهار والورود، وأعلن عدد كبير منهم إسلامه، وأعطاهم الأمان على أنفسهم وأموالهم. وتوجه إلى كنيسة آيا صوفيا، ثم ترجل عن فرسه. دخلها وأمر بتحويلها إلى مسجد. ونحقق بالعدل الأمل يا فتح القسطنطينية، يا بشرى جاءت نبوية، رايات الحق غدا تعلو وتزول طغاة الوثنية، بالشرع العادل نحكمها فيزيل الحق مظالمها، لن نرجع عنها فالهادي قد بشرنا ولنحن لها بالشرع العادل. واستقبل القبلة وسجد على الأرض شكرا لله وامتنانا لما منحه من توفيق ونصر، وأدى فيها صلاة العصر، وسجد شكرا لله على هذا الفتح المبين. نهى الفاتح جنوده عن السلب والنهب، فأمر بإعمار المدينة، ونظم أمور أهل الذمة فيها. ثم جعل القسطنطينية عاصمة الدولة، وجعل اسمها إسلامبول، أي مدينة الإسلام. الله أكبر، الله أكبر.